محاولة نادي القادسية، تأخر بهدف في الدقيقة 33، ثم عادل النتيجة لفراس الخطيب. محاولة إلى المشعان، المشعان كرة منقولة، بدر المطوع إلى الأمام، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حرام يعني ما اكتملت هذه الجملة. وكما نرى يعني ضربة جزاء لصالح القادسية، وعملية شد واضحة للمشعان، وبطاقة صفراء على عبد الله صحن. كما نتابع لاحظ التمريرات الجميلة، يا سلام على هذه التمريرات، تمريرات القادسية، يا سلام على المشعان وعملية الشد الواضح. لاحظ هنا الشد الواضح، الشد الواضح على المشعان، بالتالي ضربة جزاء يحتسبها الحكم، الحكم السيد حمد بوجروة. لاحظ هنا الشد، هنا الشد، لاحظ هنا الشد الواضح على المشعان. كما نتابع إذن ضربة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع، ثلاث دقائق احتسبت من حكم اللقاء، الوقت البدل الضايع، ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع في شوط المباراة الأول. بدر المطوع الآن على التنفيذ، ضربة الجزاء والهدف الثالث، الهدف الثاني، الثاني في هذا اللقاء، ولكن الثالث في مجموع المباراتين، هدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف للقادسية على حساب الإسلابيقات في هذا اللقاء، ولكن مجمل ومجموع المباراتين ثلاثة مقابل واحد على نادي الإسلابيقات لصالح نادي القادسية. بدر المطوع كما نرى، ونتابع والهدف الثاني لهذا اللقاء. القادسية تأخر بهدف ثم عاد بهدفين في الدقيقة 11.